يا اخي ما تطلعش مباشر يا اخي، ما تطلعش مباشر. ليه ما تطلعش مباشر يا اخي؟ انت بتغلط المره، انت مش فاكر المره اللي فاتت غلطت المره اللي فاتت يا سيدي؟ ما ايه المشكله، ما الناس كلها بتغلط يا عم. الله يخليك يا عم، الله يخليك، الناس بتغلط وما تغلطش، انت اخطائك واضحه والناس مش ما ينفعش ما تطلعش احسن من البشر، بس مباشر يا الله. طب انا هتعلم ازاي؟ ما لازم اطلع بس مباشر. هتعلم يا اخي، يا اخي انت ما تتعلم في اي حته تانية، انت هتقرفنا ليه؟ ما تطلعش بس مباشر يا اخي، اخطائك بتتكرر فما تطلعش تاني يا اخي. بس انا هتعلم الاخطاء ازاي اذا كنت ما اطلعش؟ بقول لك ما تطلعش احسن، ما تطلعش يا الله يا الله. ازاي بس ما اطلعش؟ هو كده النظام، ما تطلعش احسن، احبس يا اخي. بس يا اخي يا الله يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في لقائنا النهاردة في الهمس القاتل. اهلا وسهلا بالناس الرائعين الحاضرين. نموذج احنا بدأنا بيه، نموذج بدأنا بيه دايما بيتكرر في اي عمل بنبدأ عايزين نعمله، او سواء كنا عملناه قبل كده او هنبدأ بيه مرة تانية، دايما بيحصل الحوار ده، حوار داخلي جوانا في الغالب. الحوار ده النهاردة عايزين ان شاء الله بسرعة كده نعرف الحوار ده ازاي اصلا اتشكل، وازاي بعد كده بدأ هو احنا يعني صنعناه بايدينا، وبدأ يتوحش هذا الحوار الداخلي ويسيطر علينا ويوجهنا زي ما هو عايز. فاكرين لما كنا صغيرين قوي قوي؟ فاكرين اخونا الحاج عيسى؟ فاكر لما كنا صغيرين، واحنا صغيرين كنا بنجيب العاب صغيرة ونقعد نكلم الالعاب، انت تعملي كذا وانا اعمل كذا، طب نروح نعمل كذا، وتعمل تمثيليه صغيره وانت صغير كنت تعمل الموضوع ده. الحوار الداخلي، الحوار اللي هو بينك وبين الالعاب، هي بدايه يعني توليد او انتاج او صناعه الحوار الذاتي. واضح؟ يعني البدايه كانت بدايه فين؟ البدايه في الحقيقه بدات وانت صغير، وبدا الحوار الذاتي او الحوار الداخلي يكبر وينمو مع الوقت. يدعمه عدة روافد، يعني في روافد كتيرة جدا بتصب فيه عشان تخليه يتعاظم ويكبر ويصبح مسيطر عليك بعد كده، من خلال الأسرة والمدرسة والإعلام والأصحاب والأصدقاء والناس اللي حواليك، وبعد كده تقوم جاي محاوط ده كله بحوار ذاتي أنت تبدأ تتبناه وتشتغل عليه. السؤال هنا، وإيه المشكلة من الواحد يكلم نفسه يعني؟ هو يعني الواحد يعني الحمد لله الواحد يكلم نفسه على الأقل، يعرف يتكلم براحته، ياخد ويدي مع نفسه، ايه المشكلة؟ الحوار الذاتي مش مشكلة في حد ذاته، المشكلة ان هو يعني مشكلة كبيرة في ايه؟ في ان 90 او 80% حسب الاراء والعلماء يعني قالوا نسبة كبيرة جدا تتخطى 80% من الحوار الذاتي هو حوار سلبي جدا جدا. وبالتالي في الغالب اذا انت سبت نفسك للافكار تاخدك، هتاخدك في مكان بعيد جدا جدا، عبارة عن دوامة تقعد تنزل بيك تنزل بيك تنزل بيك، مزيد من الألم، مزيد من الحزن، مزيد من القلق، مزيد من الاكتئاب، إذا أنت سبت نفسك للحوار الذاتي السلبي. السؤال هنا هو يعني ليه مهتمين بالموضوع ده قوي؟ لأن الحقيقة إن أغلبنا في الواقع بيهتم جدا جدا بإنه يرتب الكون من حواليه، فعلا يعني بتنظم الحياة من حولك وتترك الفراغ والفوضى في قلبك. هو دي المشكله الكبيره، ان احنا نركز قوي قوي على الخارج واللبس والوضع والشكل، وسايبين الجوهر ضايع ضايع جدا، ودي المشكله الكبيره. الموضوع الحوار الذاتي او الحوار السلبي الذاتي هو حوار في الحقيقه يعني كل يوم بيحطم فيك ويضيع فيك وفي مستقبلك. الاول بنرحب بكل حبايبنا المتواجدين، ربنا يبارك يا رب في الجميع. الأستاذة إسراء أهلا بيك منورة، والأستاذ طارق يا أهلا يا أهلا، كل الناس الحبايبنا الرائعين، يعني الله يبارك في الجميع يا رب. نكمل. إذا الحوار الذاتي السلبي حوار مدمر جدا، والسؤال هنا اللي أنا سميته همس قاتل. الهمس اللي هو الشيء اللي أنت يعني تكاد تسمعه بالكاد يعني، لكنه قاتل فعلا، مؤثر جدا جدا، يعني هو أشبه ما يكون بالعسل المسموم. هو عسل وطعمه حلو ومسكر وجميل، لكنه مسموم يقتل. هو ده الحوار السلبي. انت بتبقى قاعد مع نفسك كده وتظن انك انت بتعمل حاجه كويسه، وبتفكر بطريقه منطقيه، ومن حقك انك تبقى قلقان في الموضوع ده والقلق مشروع، وتفكر في المشروع اللي عايز تعمله او الفعل اللي انت عايز تقدم عليه، وتبقى انت قاعد مع نفسك كده تقول يا
لا والله فعلا مبرر الموضوع ده، فعلا انا ما ينفعش اشارك فيه اصلا، ما هو انا لو ما عملتش الموضوع ده هيفشل بالكامل، وهكذا يبدأ يسيطر عليك الاسلوب السلبي مش النقد. في حاجة فرق بين النقد، ده عبارة عن انك انت بتمسك ورقة وقلم وتبقى عارف كويس قوي انت بتعمل ايه خطواتك، انما التفكير السلبي هو بياخدك من الواقع ويرميك في دوامة بيتنيك فيها على طول، ما انتش عارف تطلع منها امتى. المشكلة الكبيرة ان الحوار لما يكون مرتبط بالمشاعر بيأثر جدا، بمعنى احيانا لما الواحد بيتكلم مع نفسه بطريقة شعورية ممكن عينيه يدمع، يبقى قاعد مع نفسه كده وتلاقيه فجأة يبكي. فليه يا عم تبكي ليه؟ يقول بس انا افتكرت حاجة كده زعلتني. افتكرت هو دار يعني الفكر ده جه منين؟ الفكر ده جه عبارة عن حوار ذاتي مسيطر عليه، بدأ يوجهه يجيب له مشكلة من الماضي ولا مشكلة قلق في المستقبل ويبدأ يفرمها له في الحقيقة في الواقع ويدمره. ماشي ماشي، منورين والله، ماشي يا حاج عيسى. نكمل موضوعنا. إذا كنا فعلا قادرين على إن احنا نواجه هذا الأمر بصورة علمية هنقدر نتخلص منه، لأنه في الحقيقة زي ما قلت دوامة كبيرة جدا قوية جدا، صعب جدا اللي يعني يقع فيها انه يطلع منها. بس السؤال هنا، الحوار الذاتي مكوناته عبارة عن ايه؟ عبارة عن ذات تتحدث في الداخل، انت ذاتك تتحدث في الداخل، ده اللي احنا عارفينه كلنا وده اللي كل اللي معظم الناس فاهمينه، لكن الحقيقة لا. الحقيقة اللي بيتكلم جواك، اللي بيتكلم جواك مش الذات بقدر ما هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن معتقدات وأفكار تبنتها وبتحكيها بتشتغل لوحدها. زي إيه؟ عارفين الأسطوانة أو شريط الكاسيت؟ لما نحط شريط الكاسيت ونشغله أو الأسطوانة أو بتديله إيه؟ أعمل له يعني إعادة تشغيل، فيبدأ يشتغل، أول ما يخلص يبدأ يشتغل تاني، أول ما يخلص يبدأ يشتغل تاني، فيظل يعيد نفسه ويكرر نفسه بصورة مستمرة. وتظل تتبنى هذا الرأي او الموضوع ان انا فاشل او ان انا مش هنفع او ان انا دايما بغلط او ان انا كذا او ان أنا دايما يشتغل لحد ما يخليك تتوهم ان دي هي انت، ان هو انت فعلا اللي مش نافع وان انت اللي مش كذا وانت كذا وانت كذا، وبالتالي الاخر النتيجة المحصلة ايه؟ انك تتخيل انك انت هذا الشيء بالظبط، لكن الحقيقة لا. طيب السؤال هنا، هو انا اقدر اتخلص من الموضوع ده؟ نعم تقدر تتخلص من الموضوع ده. الاول يعني في الاثر نجد ان في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ لا يحقرن احدكم نفسه، لا يحقرن احدكم نفسه. ده في حتى في حديث رائع جدا قراته في منتهى الروعه، يعني كنت انا كتبته هنا، بيقول ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ بيقول ايه؟ بيقول له أمسك عليك لسانك، يعني مش تخلي ما تخليش دايما لسانك يتكلم في الفاضي والمليان، يعني أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. سعة البيت يعني إيه؟ سعة البيت يعني إنك أنت تقعد مع نفسك، تقعد مع نفسك الجلسة التأملية اللي تقدر من خلالها تفهم هو إيه اللي بيدور في عقلك. يعني أنت وأنت ماشي في الشارع وأنت بتتكلم مع ناس التفكير شغال على طول دايركت 24 ساعة لا يتوقف. انا قلت لك الاسطوانه شغاله، بتخلص بتبدا، تخلص تبدا، وهكذا. السؤال هنا، طب والامتى يعني مش هنتخلص من الموضوع ده ابدا؟ نعم نقدر نتخلص. كمان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى قلنا المعنى كله، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا يقول احدكم خبثت نفسي. شوف الكلام الرائع، شوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقول احدكم خبثت نفسي. بمعنى ايه؟ انك انت لما تحكم على نفسك بانك انت انسان فاشل وانك انت انسان سيء وانك انسان من اهل النار وانك انت انسان مش وعملت في النتيجه في الاخر ايه المحصله في الاخر؟ انك لا يمكن ابدا تاخد قرار ايجابي، ولا يمكن ابدا تسمح لافكار ايجابيه انها تسكن في راسك، لانك بالتالي انت وضعت نفسك في مكان كله اطار سلبي. لا يقول احدكم خبثت نفسي، لان انا ممكن اغلط بس انا مش غلط، انا ممكن افشل بس انا مش فشل. واضح المسألة؟ فرق كبير جدا بين أنا فاشل وأقول أنا وقعت في خطأ أدى إلى فشل، أو وقعت في تجربة غير جيدة، أو وقعت في تجربة فاشلة. مش مشكلة، كلنا بنقع في تجربة فاشلة،
لكن ما اقولش انا فاشل، ما اقولش ان انا مش نافع، ما اقولش ان انا مش جيد. لا، انت انسان رائع، ربنا سبحانه وتعالى خلقك في احسن تقويم، فكن كما اراد الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب السؤال، عشان النهارده ان شاء الله سامحوني مش هطول كتير، لكن انا ضروري جدا نفهم الفكره. يعني لما اقول كلمه انا واحط اي فعل بتلتصق، بتبقى جزء من الشخصيه دي، خطيره جدا. علماء البرمجه اللغه العصبيه بيقولوا هذا الكلام، بقول احذر، تقول انا كذا، انا كذا. اهلا اهلا اختنا الفردوس، يبقى او اخونا الفردوس، يعني يبقى انا ما اقولش انا فلان او انا يعني لك، خلي بالك، احذر، انتبه، ما تقولش انا وتحط اي كلمه سلبيه او اي فعل سلبي. انا فاشل، انا مش نافع، انا مش قادر، انا لا. كلمه انا دي معناها ايه؟ انك تصدر امر من عقلك الواعي لعقلك الباطن ان هذه شخصيتي. حط الموضوع ده اللي جاي لك ده، حطه جزء من الشخصيه. خدت بالك؟ يعني انت بتدي امر مباشر من خلال عقلك الواعي لعقلك اللاواعي، بتقول حط ده فين؟ ركبه في جزء من الشخصيه، فيبدا يحطه فعلا، بس طبعا بطريقه في الاخر كده يعني، في فتبدا انت تركز عليه، تكرره تكرره، فتبدا يتحرك من منطقه الاطراف لمنطقه الوسط، فتصير جزء من في عمق الشخصيه. اهلا اهلا وسهلا، الله يبارك فيك، منور منور الناس الرائعين. طيب السؤال اللي عايزين دايما، يعني احنا بنقول احنا لقاءاتنا مش بس مجرد لقاءات تعريفيه او ان احنا نشرح حاجه او نوضحها، بقدر ما احنا عايزين نقول طب ازاي اقدر اخرج من دوامه التفكير السلبي. هو ده الكلام، هو ده الكلام. يعني لا تعطيني سمكه ولكن علمني ايه، كيف ايه، كيف اصطاد. فانا عايز اتعلم اصطاد، وبرضه ما فيش مانع انك تعزمني على السمك، يعني انا موافق. نرجع نقول ازاي اقدر اخرج من الدوامه دي. كلام رائع جدا. طيب كلام ممتاز، طيب حلو قوي. ازاي اخرج من الدوامه؟ الاول لازم اكون عارف رقم واحد ان انا اصلا فين في دوامه، دي رقم واحد. يعني لما انا اعرف ان انا في دوامه، ابدا ارى نفسي من الخارج. بس ازاي اقدر اخرج برضو؟ يعني انا ازاي اشوف نفسي من بره كده؟ والحوار اللي انا عملته في الاول خالص، لو انت رجعت الناس اللي حضرت معايا من الاول، انا عملت كده مشهد تمثيلي في البدايه، راجع كده المشهد ده وقيسه على نفسك كده، شوف ده بيحصل. طب يا ترى انا ازاي اخرج من الدايره دي اللي عماله، دايره عماله تلف كده، ازاي اخرج منها؟ اخرج منها من خلال ان انا اركز على شيء خالص خارج التفكير. يعني العلماء البرمجه اللي بيقولوا ايه؟ بيقولوا في المساله دي ايه؟ بيقولوا حاجه من الاثنين، يا اما تركز جدا جدا على ذاتك، على عفوا على الجسد، فيبدا عقلك يركز بصوره مباشره على الجسد، يعني فتتخلص من هذا الكابوس المستمر اللي هو التفكير السلبي. ازاي؟ اركز على التنفس بتاعي. ازاي برضو اركز على التنفس بتاعي؟ ان انا ببساطه اقعد كده مع نفسي قاعده كده هادئه، وابدا اخد تنفس شهيق وزفير، وانا باخد الشهيق وبطلع الزفير انا بسمع صوت. لما اركز قوي واقعد في مكان، وليسع كبيتك، واقعد في مكان هادي، فاكرين غار حراء؟ اقعد في مكان هادي جدا، النفس هسمعه، الابره كمان هسمعها، فانا هسمع التنفس بتاعي، اركز فيه، ركز في التنفس، ركز في الراحه، في الطمانينه. هتبص ايه اللي يحصل؟ هتلاقي تفكيرك بدات انت تتخلص واحده واحده، تتخلص من سيطره التفكير السلبي. خلي بالك انه مش هيسيبك، التفكير السلبي عايز دايما يسيطر عليك، عايز يكون هو الليدر، فانت مش هتتخلص بصعوبه. كل ما تلاقي نفسك بدات تركز في التفكير في التنفس، وبدات تملص منه بالمصر كده، هتبص عمال يسحبك، يجذبك تاني قوه جاذبه شديده، يجذبك تاني. حاول مره في بهدوء، كل ما تبقى مسترخي اكتر تبقى مقاومتك ليه اكبر. واضح؟ يعني انت ما تحاولش تعكسه، تقول انا مش عايز، انا همنع التفكير ده، انا همنع، مش هيمنع عمره. يعني حكايه القوه دي، انا زي بالظبط، انت عايز تنام، تقول انا عايز انام دلوقتي، انا عايز انام، مش هتنام عمرك. طول ما انت بتقول انا عايز انام مش هتنام، اول ما تفكر في حاجه او تجيب كتاب تقرا فيه، تغير الفكر، تروح تركب، يعني شوف على طول بتنام، ما بتكملش. تقول طب انا هقرا شويه قران، اول ما تقرا ايتين اتنين تلاقي نفسك على طول سحبت، نمت. ليه؟ لا، اصل انت وجهت تفكيرك في موضوع تاني.
فلما بدأت توجه تفكيرك في موضوع تاني بدأت السيطرة عليه تقل، سيطرته هو عليك تقل تقل حتى تختفي، فتكون أنت المسيطر. واضح؟ جميل خالص. يبقى أنا دلوقتي عشان أقدر أتخلص من التفكير السلبي، رقم واحد أبدأ أركز على الجسد، على راحتي في الجسد، على الطمأنينة، على الاسترخاء، أبدأ أخد تنفس وأسمعه كويس جدا. دي الطريقة. ماشي؟ في طريقة تانية بس أنا شايف يعني رؤيتي يعني بإنك أنت تبدأ بدي، وبعدين لما تخلص الطريقة دي ابدأ أفكر في الطريقة التانية. الطريقة التانية هي إنك تركز على البيئة اللي حواليك. بمعنى إيه؟ حاول تركز على كل شيء إيجابي ولو صغير جدا. يعني وردة مثلا في مكان معين، في البلكونة عندك بلكونة، بص على الوردة دي تأملها بصورة جيدة. حاجة جميلة، أنت نسبة الهواء تركز، ركز في صفاء السماء، في رؤية المطر، في بص ركز في حاجة كويسة جدا، ركز في حاجة من البيئة اللي حواليك بس تكون شيء إيجابي. مش صورة بقى جايب لي صورة واحد مقتول وبتركز فيها، لا أنت تركز في صورة إيجابية، ركز فيها، استمتع بيها، ودايما دايما تذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك، وإن النعم دي كتيرة جدا، وإنه يعني إحنا غرقانين في نعم الله سبحانه وتعالى. ولئن شكرتم لأزيدنكم، فأنت دائما شغال بلسان الحمد. ورؤيتك للكائنات من حولك ولنعم الله سبحانه وتعالى اللي حواليك بتخليك دائما دائما حاسس بسعادة وبراحة، حتى ولو كنت في أصعب الظروف، حتى ولو كنت تعاني من أسوأ الأمراض. ربنا يحفظك. هناك من يعانون من الكانسر، وألم الكانسر شديد جدا، ربنا يا رب يعافينا ويعافي كل المسلمين وكل الناس كل العالمين يا رب. ألم شديد جدا، منشار بيقطع في العظم، فألم شديد جدا. فهذا الألم الشديد انت تقدر يعني لما بيجي يعملوا المعالجين معاهم عشان يخرجوهم بعيد عن الالم، لان مهما حطيت مسكنات في الم، في الم موجود. فعشان يخرج من هذا الالم لازم يخرج خالص دائره التفكير في الموضوع. فهو لو خرج بمجرد ما بيخرج بيلاقي نفسه الموضوع يعني ما فيش مشكله. احيانا انا بس عشان اضرب لك مثال بسيط، احيانا لما تكون بتعمل عمل ومهتم بيه جدا جدا، بعد ما تخلص العمل ده تبص تلاقيه الله ده انا صابعي اتعور، يا نهار ابيض، لا لا الدم ده جاي منين؟ هو قال لا لا ده انا اتعورت. انت بتكتشف ان انت جرحت، وبعدها بمجرد ما تحط تربط الجرح وكده بص تلاقي قال لا ده بدا يوجعك، بدا في الم. سبحان الله، انت شعرت بالالم ده امتى؟ اصل كان في حاجه مهمه جدا هي مسيطره عليك اكتر. فلما الحاجه المهمه جدا بدات خلصتها وانجزتها، بدا التفكير يفكر في الحاجه الاقل، وهكذا. فانا بعمل عمليه توجيه. يبقى انا عشان اقدر اساعد نفسي في ان اتخلص من التفكير السلبي، انا زي ما قلت كده، اول حاجه انا اركز في التنفس، اركز في نعم الله سبحانه وتعالى اللي حواليا، وابدا دائما دائما اوجد نفسي في بيئات جيده. انت لو لاحظتم حبايبي ايها الرائعين ان انا بقول دايما اركز الشغل عليا الاول، زي ما قلت كلام مصطفى صادق الرافعي، يعني ما ينفعش ابدا انك انت تنظم العالم من حولك وتترك الفوضى في قلبك، فمش هينفع. لازم نركز قوي في الداخل. فانا بدات بالداخل، بدات ان انا ارتب من الداخل. انا لما ارتب من الداخل، هو انا يعني واحد يسالني سؤال يقول لي يعني انت بتقول ان احنا ما نفكرش؟ ايوه انا بقول لك ما تفكرش. ما تفكرش يعني بمعنى انك انت ما تتركش مجال التفكير هو اللي يقودك. مره تانية، في فرق بين ان التفكير هو اللي بيقودني دايما، وان انا دايما بلاقي نفسي بفكر في حاجات بعيده خالص عن اهتماماتي. وانا لو جبت قلت لك دلوقتي جيب ورقه وقلم دلوقتي واكتب انت بتفكر في ايه دلوقتي قبل ما نتكلم، يعني قبل ما نبقى في لقاء مع بعض، وقلت لك دلوقتي حالا اكتب بسرعه، هات ورقه وقلم واكتب انت بتفكر في ايه. والله انا متاكد 90% مننا هنلاقينا بنفكر في حاجات بعيد عن اهتماماتنا، بعيد عن اهدافنا، بعيد عن سعادتنا، حاجات بعيده خالص. طيب ليه؟ لان التفكير هو اللي بيقودك. اللي انا عايز اعمله، اللي انا عايزين نعمله النهارده مع بعض ان شاء الله، ان احنا نبدا نسيطر، نعمل سيطره داخليه على تفكيرنا. وبالتالي افكر وقت ما انا عايز، واسيب نفسي براحتي وقت ما انا عايز. ماشي؟ التفكير انك انت لما تتامل ورده وتشوف جمالها، يبقى انت بتوجه التفكير بالظبط زي ما انت عايز. يبقى التدريب العملي، عشان ان شاء الله انا نكتفي بهذا الان ان شاء الله، التفكير التدريب العملي بتاعنا باذن الله، ان كل يوم كل يوم ان شاء الله. في ناس بيعملوا الموضوع البندول ده بس انا عايز اقول بقى حاجه تانية اجمل، عايز اقول حاجه اجمل. انا مش بقول ان ده وحش او غلط، لا 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 كده علم، انا بقول حاجه اجمل، انك انت تركز كل يوم كل يوم، اول ما تقوم الصبح وبالذات الصبح، صلي روح المسجد صلي وتعالى اقعد كده وانت بتقول اذكارك،
وبعد ما تخلص كده حاول تطلع مثلا في اقرب مكان في طبيعه حواليك، ممكن تمشي له 5 دقائق 10 دقائق، يا ريت اهو بتمشي برضه يعني حاجه كويس، اتمشى شويه كده لحد ما توصل للمكان يكون فيه شجره، فيه ورده، فيه في مكان طبيعه، وحاول تقعد مع نفسك وتتامل كل يوم حاجه صغيره خالص في الشجره. لو انت هتقعد مع شجره بس كل يوم خد فرع صغير كده، خد ورقه واحده، امسك ورقه في ايدك كده وتامل تركيبتها وشكلها، سبحان الله يعني هي صنعت نفسها، مش ممكن، سبحان اللي خلاك العظيم، سبحان كذا، واقعد تامل وسبح واستغفر وعيش مع ربنا عز وجل. في هذه اللحظات انت بتدرب نفسك على قياده التفكير. يعني انت لما تكون قاعد مع نفسك جلسه روحانيه، انت قررت انك الان تقعد مع ربنا، فانت الان تقود تفكيرك. والا هو ليه بيحصل ان احنا لما نيجي نصلي الله اكبر، بص ده دماغ الواحد دماغه في حله المحشي وفي دماغه سامحوني مش بيحصل، ودماغه في الشغل ودماغه يا ربي ده الله ده انا صليت يا اخي والله ما انا فاكر انا صليت كام ركعه، مش ده بيحصل ساعات؟ ده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك التفكير هو اللي بيقودك. فاحنا لما نقول دلوقتي يا جماعه عايزين نتدرب على الخشوع، نتدرب على ان احنا نقود تفكيرنا، ببساطه بنقول ان احنا عايزين نملك العالم الداخلي. نملك العالم الداخلي. والله يا جماعه الخير لا يمكن ابدا ان تصلح العالم من خارج، ولا تستطيع انك تؤثر في العالم من حواليك وانت لا تستطيع ان تمتلك التغيير الحقيقي في داخلك، لا يمكن. فاذا نصيحتي الله يبارك فيكم جميعا ان احنا نبدا الان ان احنا نركز في العالم الداخلي. العالم الداخلي لا يستطيع ابدا احدا في الدنيا ان يهزمك ما لم تأذن له بذلك. لا يستطيع احد ابدا في الدنيا انه يكسرك ما لم تعطيه القدرة على ذلك، مش ممكن ابدا. فاذا انت تمتلك القوة الداخلية، انت تمتلك القوة الداخلية. يعني نتذكر موقف الموقف الرائع بتاع عمر المختار لما كان واقف على المنصة، فاكرين الموقف ده؟ شوف كان واقف عامل ازاي، شوف الوقفة بتاعته، شوف المنظر ده، مش واحد يعدم، ده واحد بيزف الى الجنان. انا عايز اقول في الاخر انك تستطيع ان تسيطر على العالم الداخلي اذا كنت عندك الاراده في ذلك. واحنا النهارده ادينا مفاتيح صغيره، اللي داخل متاخر ارجوكم ارجعوا للفيديو من تاني واسمعوه كويس، في حاجات رائعه جدا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك وقتكم وان يديم سعادتكم في الدنيا والاخره. سامحوني انا يعني النهارده مش وقت كبير، لكن لنا يعني ان شاء الله تكمله في الحوار الذاتي، لانه فعلا موضوع مهم جدا ومؤثر في حياتنا الداخليه في العالم الداخلي. اذا اردت ان تغير من العالم من الخارج فعليك ان تبدا اولا بالتغيير من الداخل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك اوقاتنا. صدق الله العظيم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.